ما هو تطور الستة سيجما وهي عوائد تطبيقها وكيف تستفيد منها المنظمة وإيش القصة تبعها؟ هذه تاريخ الجودة كل اللي حكينا عنه، كواليتي شارت، تويوتا برودكشن سيستم، كايزن، TQC تبع فيجن باور تكلمنا عليه، توتال كواليتي مانجمنت، ISO. آخر شيء لأن هي دي بعد التمانينات والتسعينات سيكس سيجما وجات لين، حاجة اسمها لين سيكس سيجما. عشان نوضحها أكثر، سيكس سيجما هي عبارة عن مجموعة برامج، it's a program، اسمها ستة سيجما واسمها تاني لين سيكس سيجما. وخلينا نوضح إيه الفرق بين السيكس سيجما واللين سيكس سيجما. أنا هما ناس يقول لك سيكس سيجما، ناس يقول لك لين سيكس سيجما. هل هما الاثنين زي بعض ولا هما الاثنين متشابهين مع بعض؟ هنا عندنا مدرستين، المدرسة الأمريكاني والمدرسة الانترناشنال. المدرسة الأمريكاني لا تعترف إلا بكلمة واحدة اسمها إيه؟ الأمريكاني يعني اعترفوا بالكلمة هاي سيكس سيجما. وذلك التاريخ والمنهجية بدأت من فين؟ أمريكا حقيقة، ده أمريكاني من سيكس سيجما. لما تقول لهم لين سيكس سيجما يقول لك لا ما في شيء اسمه لين سيكس سيجما. اللين كلمة جاية من تويوتا، إنتاج تويوتا برودكشن سيستم، نظام اللين، الإنتاج الرشيق، الإنتاج اللي ما فيه هدر، ما فيه ويست. اما السيكس سيجما جايه من الامريكان اللي هو ما في يكون زي ديمينج، ما في فاريشن اللي هو الكلمه اللي قلت لك الاداء المقبول اب اند داون ما نبغاه. اذا لما نقول الاداء الحيودي وما في ويست يبقى يكون لين سيكس سيجما. الان الامريكان في البرامج التطويريه في الولايات المتحده اللي يسموها السيكس سيجما بس يدخلوا من تحت ايه؟ اللين. فلو شفت سيكس سيجما تعرف انه اللين از انكلودد داخل معاه في الباكج. بعض القطاعات في العالم قالوا لا احنا نبغى نسميها لين سيكس سيجما، ما نبغى نسميها سيكس سيجما لوحدها. Different school, different way of thinking, different way of philosophy، تمام؟ لكن الاثنين معنى واحد. إذا هي مجموعة من البرامج اسمها سيكس سيجما أو لين سيكس سيجما، تمام؟ تبدأ بالحزام الأصفر والأخضر والأسود والماستر بلاك بيلت أو الحزام الأسود أو اللي هو بيسموه كبير المدربين أو الاستشاريين. طبعا منتصف الثمانينات هنا حصل موقف، شركة اسمها موتورولا، شركة مشهورة أمريكية حقت جو، ما كانت جوالات عندها، كان عندها بيجر وعندها تلفزيونات، عندهم مشاكل في الجو. كان لما ينتجوا المنتجات وتروح السوق والماركت العميل والناس ما في قبول للمنتجات دي في الماركت، يعني كان في مشكلة في تقبل العميل لهذا المنتج، كان عندهم عيوب وراجع من السوق وكل آخر. في واحد مدير في الشركه اسمه بوب جالفين، حوريك صورته بعد شوي بس اسمع منه الهيستوري كيف القصه جات. بوب جالفين قال ايه؟ قال يا جماعه احنا بنخسر ملايين بسبب سوء الجوده وبسبب انه المنتجات حقتنا اللي بتطلع للماركت العميل فيها ديفكت، فيها عيوب. يا مصنعين قطاع التصنيع، مين كان مسؤول عن قطاع التصنيع؟ كان اسمه هذا اسمه بيل سميث، هذا مدير التصنيع في شركه موتورولا. يا بيل يا عمي ما شفنا لنا حل، مش معقول الملايين دي الخسائر واحنا خسرانين، كل شويه يرجع كل شويه مشاكل في الانتاج، كل شويه مشاكل، مش ممكن. المهم من كتر ما طفش اكتشف انه في واحد اسمه دكتور مايكل هاري. هاري الماله دكتور مايكل هاري بصورته، دكتور مايكل هاري عمل بحث، هو اخذ دكتوراه احصاء من جامعه تكساس، عمل دراسه في رساله الدكتوراه حقته ليش المنظمات تفشل في تحقيق الجوده. بحث كامل لماذا المؤسسات تفشل في تقوله عشان الراجل بتاع إحصاء، عشان الراجل بتاع إحصاء فاهتم بالموضوع ده مرة مهم ليش تفشل. طيب أعجب بوب جالفين مدير الشركة ببحث حق مايكل هاري، قال والله يا مايكل انت كتبت بحث مرة حلو ليش تفشل؟ اهو من أسباب الفشل اللي انت قلتها احنا، يعني احدى الأسباب تنطبق علينا احنا لان احنا ما بنراقب اداء الجوده اللي عندنا فتطلع منتجات خربانه وبنخسر ملايين. طبعا في منتجات ممكن اعاده الريسايكل، في منتجات ما تقدر تعمل ريسايكل زي الالكترونيه، فكله لص خسائر. ايه رايك تيجي تطبق النظريه حقتك هذه عندنا؟ قال له والله طيب خليني اجي عندكم. مين كان رئيسه في الشغل هذا؟ بيل سميث. فلما تكتب فاذر اوف كواليتي او مين عمل الجوده يطلع ده. والحقيقة لا، ده مايكل هاري، ده مديره اللي طلع اللي كان طبق النظريه. فمن عملوها نجحت في موتورولا وحقق مايكل هاري
نجاح منقطع النظير من خلال استخدام آلية منهجية اسمها السكس سيجما اللي هي بعدين طلعت وتبناها. لا نتكلم عن هذا الحديث انا عنها اسمها السيجما. خلي بالك انه كلمة السيجما هي كلمة جاية من الإحصاء، الأدوات الإحصائية في رمز اسمه سيجما اللي هو رمز الانحراف المعياري. فاكرين كنا نشوف فيه اسم الانحراف المعياري؟ اليوم تكلمنا عن الانحراف قلت لك لو انت يا دكتور جيت اخذت الخدمة قلت لي هم اتوقع 10 دقائق الخدمة قلت لك ساعة اذا هناك انحراف. سؤال، انت 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 العميل الوحيد اللي بيروح البنك ولا الوف العامل الناس بيروح البنك؟ كتير مئات. السؤال يا بنك يا بنك دول جور عندك خدمه، كم معدل نسبة الانحراف اللي حصلت في الخدمة؟ اهو الدكتور واحد منهم. كم واحد جاي ياخذ الخدمة لم يتلقى الخدمة؟ يا بنك عندكم معايير؟ ايوه عندنا معايير اداء. كم مفروض؟ نص ساعة مثلا. طب كل العميل جاء صرف شيك في نص ساعة؟ لا. حلو، ما صرف في نص ساعة، صرف في قد ايه؟ وما ندري. اذا نص ساعة ده التارجت، خلي بالك شوف يدي، نص ساعة ده التارجت، يا هل ترى كل عمره جوا التارجت ولا بعيد عن التارجت؟ انا اعتبر ده التارجت. هل كلهم هنا ولا كلهم هناك؟ الله ما ندري، انما بس من المنظر ده انه ولا انه عدد قليل من عمره جوا في السنتر والباقي فين؟ في الأرح بعيد عن ايه؟ عن معيار الخدمة، التارجت تبع الخدمة. بنفس الفكرة. وده اللي سموه في الإحصاء اللي احنا بنسميه اللي هو منحنى البيل، بيسموه بيل كيرف. ناخذوه في الإحصاء، هذا عبارة عنه كده، عبارة عن منحنى كده شكله. تمام؟ هذا هو التارجت وهذا هو الحد الأعلى والحد الأقل والحد الأعلى، وده التارجت اللي المفروض إن احنا نتلقاه في كام؟ المفروض في 30 دقيقة. ده الهدف، ده الهدف تبعنا المفترض ده 30 دقيقة. 30 دقيقة لا، ده 30 دقيقة ده الحد الأعلى. أمال الحد الأدنى كام؟ 10 دقائق. اجمع 10 زائد 30، اجمع ناخد الأفريج، اجمع 30 زائد 10 على 2 كم تطلع؟ 20 دقيقة. 15 دقيقة. ده الرينج، ده المفترض كل ما يتلقى الخدمة يتلقاها هنا. لكن الراجل بيتلقى الخدمة مش في 30، ساعة ونص. هنا هنا بره يا عم يا بنك. نعم. ايه في ايش في في كل الخدمة اللي احنا العينة اللي احنا جمعناها كلها خارج المواصفة مش داخل المواصفة. مش احنا قلنا الجودة هي معايير الأداء؟ أدي معايير الأداء يا عم. 10 دقائق الحد الأدنى و30 دقيقة للحد الأعلى، صح؟ صح. أنت بتاخد الخدمة مفروض 30 دقيقة. ده من فين جبناها؟ من العميل. أفضل. لا 30 دقيقة لحد الأعلى من جبناها؟ من طلبات العملاء. واثنين الماركت، كل البنوك كم يصرفوا؟ عمرك شفت بنك بيصرف ساعة ونص للمواصلة العميل؟ ده البنوك بيتنافسوا على رضاء العميل، نص ساعة ده حد أعلى. المفترض 10 دقائق ده المفروض ده 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 الحد الادنى. لكن سؤال اسالك، سؤال اسالكم سؤال، هل ممكن يكون 5 دقائق؟ ممكن. يعني اقل من المعيار؟ لا هو اقل من المعيار. قول لي 5 دقائق دي صعبه شويه، صح؟ لانه اصلا عشان يجف ده الرقم يوقف وتين يجي له الشعار ويجي له ده ويروح له اسمه كيف انا البطاقه وريني الاحوال، بدي 5 دقائق. فانا لما اجمع، لانه هو احنا بمبدا الاحصائي احنا ناخد عينه ونشوف. ما هو الدليل ايش قلت لك؟ جو اند سي، هنجمع سامبل وتشوف. الراجل ده مايكل هاري قال ما احنا بنطبق نفس الفكره، يعني هناخد عينه ونشوف ما هي نسبه معدل العيوب في المنتجات حقتنا عشان نصلح ونخلي دائما العيوب وين الرينج الرينج والافريج تبعنا ما يكون اكتر من كده، ده اللي ونشوف رضاء العميل. اذا هو استخدم الاحصاء في قياس الاداء للعمل والعمل ده وده استخدم اسمه السيجما. هتسالني سؤال واحد بعد شويه يقول لي طب والسته دي من فين جت؟ اقول اصبر شويه، هو دي بدايه الرحله. اذا السيجما ايش هي؟ هي قياس ايه يا شباب اسمها؟ قياس التشتت. تشتت عن ايه؟ عن الوسط. طيب مكتوبة حجينا. إذا 6 سيجما هي بتبحث عن تحسين جودة مخرجات العمل عن طريق إيه؟
ازاله مسببات العطبه او الخلل. ستة سيجما هي مجموعة التقنيات وتركز على تقليل شوف هاي فتح تخر التشتت. تشتت في سلوك الاجراءات والعاملين بما يؤدي الى خلل. تشتت عن ايه؟ عن المعايير حقت انا حطيتها في الاداء. مثال مستشفى المريض طوارئ. مريض الطوارئ جاي يتوقع كم الخدمه في الطوارئ؟ ساعتين؟ ولده يده منفوخه قد كده. في النهايه ايش يبغى؟ ياخذ اشعه متى بعد ساعتين؟ ولا يبغى بعد خمس دقائق؟ بعد خمس دقائق. سؤال كل مريض اشعه ده المستشفى لما يقيس الجوده يعمل جوده. كل مريض بيجيني الطوارئ يا ترى ما هي مده الانتظار؟ مش المفروض يسال؟ ولا ما يسال؟ لو احنا نبغى جوده المفروض نسال كم معدل انتظار المرضى في الطوارئ؟ نعكسها، خذ المريض حين مش مستشفى، اعكس المريض، يا مريض نعم، تحط انتظر؟ لا والله ما بحب انتظر، انا بدي اخلص الخدمه يا جماعه. يا جماعه صدوني اشعه خليني امشي. معقول اقعد ساعه ونص؟ راي المريض. اعكس، راي المستشفى. والله ما حد اشتكى. ما يعني ما سمعنا احد اشتكى. طب انت مستني يشتكي؟ مفروض ايه؟ تسأل. اسأل المرضى، ما هي الجولة هي دي، اسأل المرضى ما هو معدل الانتظار. لو قالوا لك ساعتين، لك حق تقعدهم ساعتين. يوم ما جينا الطوارئ احنا مضطرين نروح لأن ما في طوارئ كثير. ولا كنا ما رحنا. شوف. إذا هذا سوء خدمة ولا حسن خدمة؟ سوء خدمة. شوف. دي اللي احنا بنقول مقبولة. أداء هنا والأداء هنا. تسمع يسموه فويس اوف ذا كاستمر. عمل انحراف خدها اهي. قد يكون انحراف في عمل الاله. الاله تديني لا تديني عيب في العمل. يعني بدل ما تطلع لي الماكينه تعد الفلوس بدل ما تعد الماكينه فيها غلط. تعد بناقص، تعد بزايد. برضه انحراف في العمل الاله. الاله تعمل حيود في الانتاج، تزود او تنقص. ففي النهاية لأنه إذا مخرجات الآلة إلى آلة أخرى معناته فيها مشكلة. إذا مايكل هاري هذا هو بيقول كلمة مهمة هنا في شركة هو ذا فادر أوف سكس سيجما مترولا. شو بيقول لك هنا؟ إف وي كانت إكسبريس وات وي نو، يعني إذا ما نقدر نعبر عما نعرف بالأرقام وذ نمبر وي ريلي دونت نو ماتش أباوت إت، يعني إذا لم نعرف نعبر بالأرقام ماذا نعمل؟ إذا ما نفهم إيش الشيء. If we don't know much about it، إذا ما إحنا عارفين عنه we cannot control، يعني إذا ما إحنا فاهمينه رقميا كيف نتحكم فيه؟ If we cannot control، إذا ما تحكمنا فيه we are at the mercy of chance، نحن تحت رحمة الحظ. هذا هو كده يقول، بمعنى لما يقول لك أن الأرقام لا تكذب، لا تكذب. الرقم أهو قسناه حق الدكتور يقول أه قسناه، مش قسناه تقول نص ساعة وإحنا خدنا، سألته كم قعدت؟ خدنا كان في أرقام في فكرة، تقول لي بس النية كانت طيبة، نية إيه؟ الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، تديك معايير انحراف الأداء. يبقى دورك إيه؟ يبقى لما تعرف إنه في انحراف الأداء ما تزعل. المفروض إيه؟ تبادر في حل الانحراف. كيف تحله هذا اللي إحنا حنقول. اذا هذا هو الاخ بوب جالفن، هذا هو اللي في سنه 1987 اللي هو اخذ المنهجيه وهو اللي عمله، عمل اكاديميه اسمها اكاديميه مترولا وكانت بلاك بيلت، وهذا بيل سميث طورتي مع دا تورن باتلر، وهذا هو كبير المدربين في معهد. وطبعا مايكل هاري بعدين عمل كتاب وحيد، هذا الكتاب اسمه منهجية سكس سيجما، وترجم الكتاب باللغة العربية بيمك ترجمه، وكتابه الوحيد. ومريض توفى وكان عنده كانسر وتوفى، وهذه صورته مع كبراء المدربين. فأنا أخذت التريننج مع كبير المدربين تبعه اللي هو في أمريكا. أنا بدلل لك، وطبعا أنا بدلل لك إن أنت اللي بدرسك هو بدرسك من أنا درسته من اللي أسس السكس سيجما، عشان اثبت لك انه يكون في كوم. ايوه عشان تعرف انه ايه انه عشان لو تعرف انه لما بقول لك هو مو تاليف، ده الحق، ده النظريه الحقيقيه للاستكتاجمه، لان انا درسته معاهم. فده الموضوع. بعدين طبعا بعد كده
انا اخذت الماستر بلاك بيلت وعملت الاكزام تبع الاتحاد الدولي الاتحاد العالمي للسيكس سيجما اسمه الايسا، موجود على موقع الانترنت. في اختبار انت تسويه، اختبار انترناشونال عشان يعتبروه. لو تفتح الموقع تبعهم على الترينر هتلاقي صورتي موجوده على البورد تبع الاتحاد الدولي للسيكس سيجما. انا مدربين في العالم، انا الوحيد السعودي اللي في البورد الاتحاد الدولي. فانا الوحيد موجود فيها. ان شاء الله عباركم انتم ان شاء الله. فانا بس بوريك انه فالسيكس سيجما يعني عشقه والله، يعني فعلا داحت لقينا الاسماء، وان شاء الله بكره منكم ياخذوا الاكزام ويكونوا على البورد تبع المدربين على العالم فيه. فهذا يعني كريدت كويس.